أسعد الله أوقاتكم بكل خير إلى حضراتكم نشرة الأخبار الرئيسية من رؤية والبداية مع أبرز العناوين. الفعاليات الرسمية والشعبية تواصل احتفالاتها بالعيد السبعين لاستقلال المملكة إدارة السير المركزية تؤكد أن الأجواء الاحتفالية لا تبرر ارتكاب مخالفة للقانون وزارة الصناعة والتجارة تؤكد جاهزية الأسواق في محافظات الجنوب لاستقبال شهر رمضان المبارك رؤيا تعرض صورة فلسطين في وثائق الثورة العربية الكبرى. وفي ملف الأسبوع نسلط الضوء على واقع العملية التعليمية في المدارس الخاصة. وإلى التفاصيل. تواصل الفعاليات الشعبية والرسمية احتفالاتها بالذكرى السبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية حيث نظمت أمانة عمان الكبرى احتفالا جماهيريا حضره قرابة عشرين ألف مواطن غصت بهم جنبات المدرج الروماني والساحة الهاشمية المزيد حول فعاليات الاحتفال في التقرير التالي احتفال جمع بين عبق التاريخ وارث الحاضر في المدرج الروماني وسط عمان بمناسبه ذكرى الاستقلال السبعين، اقامته امانه عمان الكبرى بحضور الاف المواطنين غصت بهم جنبات المدرج والساحه الهاشميه، وفي لوحه فنيه حاكت الاحتفاليه من قبل الحضور، زينت صور جلاله الملك عبد الله الثاني والاعلام الاردنيه المدرج الروماني والساحه في تعبير عن حب للقياده والوطن. انا بهنا جلاله سيدنا بعيد الاستقلال وبحكي لكل الاردنيين والاردنيات اخواننا اللي بالاردن واللي برا الاردن كل عام وجلاله سيدنا بالف خير كل عام انت بخير يا اردننا كل الاردن تنجح فيهم أمانة عمان الكبرى وعلى لسان أمينها عقل بلتاجي روت قصة الاستقلال بقولها سبعون عاما من المجد يبلغها وطننا الغالي هذه الأيام بلد الهاشميين وموء الإحرار العرب نحتفل بها تزامنا مع الاحتفال بالعيد المئوي لانطلاقة رسالة ما يزال الأردن يحملها ويرفع رايتها ويدافع عنها وينشرها رسالة الثورة العربية الكبرى الخالدة أي أيوة أيام من العز والفخر هذه التي نعيشها إذا؟ وهي تجمع هذه الأعياد الجليلة والمناسبات العظيمة التي سيجت مسيرة الوطن ومكنته من أن يبلغ مجده الذي بلغه على امتداد العالم الأوسع وتخلل الحفل مع زوفات ومقطوعات موسيقية لأغاني وطنية نالت إعجاب الجمهور وحلقات من الدبكات الشعبية وعروضا من الفلكلور الأردني وقصائد وطنية حمزة الشوابكي رؤيا اطلقت امانه عمان الكبرى المرحله الاولى من خدمه توصيله وهي عبارة عن مركبة أجرة كهربائية تنقل المواطنين إلى المناطق المزدحمة في وسط البلد وبتعرفة خدمة ثابتة هي نصف دينار أمين عمان عقل بلتاجي أوضح أن فكرة التوصيل جاءت للتخفيف من الازدحامات في وسط البلد ومن التلوث الذي تشهده المنطقة مبينا أنه سيتم ربط خدمة توصيله مع المواقف المجانية في مجمع رغدان وساحة الجيش العربي في منطقة العبدلي ويبلغ عدد المركبات التي سيتم إطلاقها ضمن خدمة توصيل 100 مركبة عمومية أنا بقول إنه ألف كل عمان اليوم بالتوصيلة بنص دينار ليه لأن السيارة الكهربائية مية بالمية اليوم أطلقناها في شوارع عمان فالرؤية تحققت إذا معكم دائماً الجديد في المواصلات الجديد في ما هو مفيد لمدينتنا في هذه الازدحامات المروريه نحتاج الى هذه السيارات الصغيره السريعه التنقل الاقتصاديه التشغيل دعت اداره السير المركزيه المواطنين الى الالتزام بقواعد وقوانين السير حتى في الاجواء الاحتفاليه التي تعم الاردن بمناسبه الاعياد الوطنيه فقد اوضحت اداره السير في بيان لها ان رقباء السير حرروا مخالفات بحق المحتفلين الذين خالفوا القانون وشكلوا خطوره على انفسهم وعلى الاخرين وتسببوا باعاقه حركه المرور خلال احتفالات المملكه بذكرى الاستقلال وارتكب المخالفون تجاوزات ومخالفات عده كخروج الاجسام من المركبات اثناء مسيرها والتشحيط والتوقف دون سبب في الانفاق ووسط الطرقات مستغلين بهجه الاحتفالات بعيد استقلال المملكه بدون رادع او داع او مبرر تفقدت وزيره الصناعه والتجاره مها العلي عددا من المؤسسات الصناعيه والتجاريه في محافظات الكرك والطفيله ومعان وذلك خلال جوله لها للوقوف على مدى استعداد الجهات الرسميه لاستقبال شهر رمضان المبارك الى التفاصيل وزيرة الصناعة والتجارة مها العلي بدأت جولتها في محافظة الكراك حيث تفقدت المؤسسة الاستهلاكية المدنية في منطقة القصر ومدى جاهزيتها لاستقبال المواطنين خلال شهر رمضان المبارك من حيث توفر السلع طيلة الشهر الفضيل وبيعها بسعر مناسب لا سيما مع تخفيض أسعار ما يزيد عن عشرة أصناف أساسية في كافة فروع المؤسسة المدنية الاستهلاكية بالمملكه الاسواق فيها كميات متوافره من المواد الغذائيه والمواد الاساسيه وبشكل خاص المواد الرمضانيه كلها معروضه وفي عليها ايضا اسعار وعروض لغرض استفاده المواطنين وكنا حريصين طبعا من خلال سياسه المؤسسه الاستهلاكيه المدنيه انه البدء بعرض المواد الرمضانيه في وقت مبكر قبل شهر رمضان مشان ما يصير في عندنا تهافت على الشراء من قبل المواطنين العلي اطلعت كذلك خلال زيارتها للكرك على سير العمل في مركز توزيع الاعلاف وعمليات شراء الحبوب من المزارعين والاجراءات المتبعه لضمان سلامه هذه الحبوب قبل زيارتها للمؤسسه الاستهلاكيه المدنيه في محافظه الطفيله المؤسسة الاستهلاكية المدنية حقيقة تعمل بكل جد واجتهاد على المحافظة على إيجاد توازن واستقرار سعري مع السوق المحلي وتحديدا في شهر رمضان الفضيل وبالتالي المحافظة أو الوقوف في غلاء ضد غلاء الأسعار وكبح جماح الأسعار بالشكل اللي يمكن المواطن الكريم من نيل احتياجاته من المواد المختلفة والسلع المختلفة بجودة عالية وبأسعار منخفضة وفي معان التقت الوزيرة في غرفة تجارة المحافظة عددا من ممثلي القطاع التجاري والمؤسسات الخدمية وابناء المجتمع المحلي، واستمعت إلى مطالبهم واقتراحاتهم لتحسين الواقع التنموي والاستثماري في المحافظة، كما استمعت إلى التحديات التي تواجه القطاع التجاري وسبل تذليلها، وأكدت على ضرورة دعم الصناعات المحلية والأنشطة الاقتصادية لتحسين الواقع المعيشي لابناء معان حيث تسعى الوزاره الى استحداث المشاريع واقتراح التشريعات التي تدعم العمليه التنمويه الى جانب اصدارها لنظام ضريبه الدخل وما يتضمنه من ميزات بالنسبه للمناطق الاقل حظا كانت مطالب للإخوان التجار على أن يتم فتح فرع في مديرية الصناعة والتجارة لمراقب الشركات منطقة مقبلة على الاستثمار عدد الشركات كبيرة إذا أنه أنا أبعث المواطن أو المستثمر إلى عمان أو العقبة هذا في تعب وإرهاق وهي من محفزات الاستثمار أن يكون تكامل الخدمات وفي ختام جولتها بمحافظه معان تفقدت الوزيره مصانع الروضه الصناعيه واطلعت على التجربه الاستثماريه فيها التي وفرت مناخا اقتصاديا وتنمويا متقدما الى جانب توفيرها فرص العمل لابناء المجتمع المحلي في المحافظه نقلت جريدة القبلة جريدة الثورة العربية الكبرى في عددها الصادر في الثامن عشر من آذار لعام 1918 بعضا من صور ابتهاج المقدسيين بالنهضة العربية ورصدت بيعتهم للشريف الحسين بن علي طيب الله ثرى بالخلافة وملكا على العرب عام 1924 سماء الشرق مثلت علاقة الشريف الحسين بن علي طيب الله ثراه بفلسطين علاقة خاصة لما بذله الشريف حسين من جهاد في سبيلها وقد امتلكت فلسطين وبيت المقدس مكانة خاصة في سيرته ومن وثائق الثورة العربية الكبرى نقرأ مما جاء في جريدة القبلة في عددها الصادر في الثامن عشر من آذار لعام الف وتسعمائة وثمانية عشر ففي برقية بعث بها أهالي القدس الشريف إلى الشريف حسين عبروا فيها عن تأييدهم للثورة العربية الكبرى ويشكرون فيها الشريف حسين على مساعيه في إنقاذهم مما لحق بهم من جور الاتحاديين كما تنقل القبلة في عددها الصادر في الثامن عشر من آذار لعام 1918 صورا للابتهاج بالنهضة العربية في بيت المقدس وذلك بقلم أحد المقدسيين وجاء فيها فقد عادت دور العلم التي أقفلها الظالمون ورجعت النوادي التي أغلقها المخربون ذلك أن الطورانيون كانوا يثيرون الفزع في قلوب المقدسيين وعادت المدارس للعمل ونشر الروح العربية ورجع التدريس باللغة العربية بما أدى لعودة الروح القومية للمقدسيين كما تشير وثيقة أخرى في الخامس عشر من آذار لعام 1919 إلى بيعة أهل يافا للشريف الحسين بن علي خليفة للمسلمين وما ملكا على العرب، ومما جاء فيها: اجتمع اهالي يافا المسلمون في جامعها الكبير، وبايعت جلالتكم المعظمة بالخلافة الاسلامية، وتليت الادعية الخيرية لتأييد عرشكم العربي المجيد، ورفعت التشكرات للبارئ عز وجل الذي اعاد الخلافة المقدسة إلى أصحابها. وحين بويع الشريف الحسين بن علي بالخلافة في عمان، في الرابع عشر من آذار لعام 1924، وصفت جريدة الشرق العربي بيعة أهل فلسطين بالخلافة من قبل جميع رجالاتها وعلمائها وزعمائها ومنهم رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر الفلسطيني العربي موسى الحسيني ومفتي القدس الحاج أمين الحسيني وراغب النشاشيبي وغيرهم من ممثلي المجتمع الفلسطيني آنذاك وقد كان الشريف حسين أول المستجيبين لنداء أهل القدس بتبرعه بالإعمار الهاشمي الأول للمسجد الأقصى ومساجد أخرى في فلسطين عام 1924 ليحمل لقب صديقه الأقصى. لقد تمسك الشريف الحسين بالحق العربي في فلسطين مفضلا المنفى على التفريط بحقوق العرب والمسلمين ويتجلى تعلق الشريف الحسين بفلسطين وحبه لها في انه اوصى بان يدفن في رحاب القدس الشريف في الثاني من حزيران لعام 1931. وصل الى العاصمه المصريه القاهره الرئيس الفلسطيني محمود عباس في زياره يلتقي خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للتباحث حول اخر التطورات المتعلقه بمبادره الرئيس السيسي لحل القضيه الفلسطينيه على اساس مبدا حل الدولتين كما يلتقي الرئيس الفلسطيني كل من وزير الخارجيه المصري والامين العام لجامعه الدول العربيه وشخصيات سياسيه ودبلوماسيه عديده وذلك قبيل اجتماع وزراء خارجية مجلس جامعة الدول العربية غير العادي الذي من المزمع عقده يوم غد، وسيبحث اجتماع وزراء الخارجية آخر تطورات القضية الفلسطينية وكيفية تفعيل المبادرتين الفرنسية والمصرية. هذا ولم تحدد المصادر الفلسطينية أو المصرية موعد اللقاء بين الرئيسين الفلسطيني والمصري. تشهد حكومة الاحتلال حالة من عدم الاستقرار حيث قدم وزير البيئة آفي جاباي استقالته احتجاجا على تعيين أفيكدور ليبرمان وزيرا للحرب خلفا لموشي علون في وقت أعلن فيه نتنياهو تشكيل طاقم يكلف ببحث سبل إطلاع الوزراء الأعضاء في المجلس الوزاري المصغر على مجريات الأمور الأمنية والعسكرية حالة عدم استقرار داخلي تشهده الحكومة الإسرائيلية هذه الأيام بسبب خلافات ظهرت بين نتنياهو وعدد من أفراد حكومته، فبعد استقالة وزير الحرب الإسرائيلي مشي علون وتعيين أفيكدور ليبرمان خلافاً له، تخلى وزير البيئة افي غاباي عن منصبه احتجاجاً على انضمام المتطرف ليبرمان للحكومة التي اعتبرها غاباي الأكثر تطرفاً، ما يضع أمام نتنياهو مزيداً من العثرات في ائتلافه الحكومي وسط اعاده عمله على ترتيب شؤونه الامنيه والعسكريه، حيث قرر نتنياهو اليوم تشكيل طاقم يكلف ببحث سبل اطلاع الوزراء اعضاء المجلس الوزاري المصغر على مجريات الامور الامنيه وذلك تمهيدا لعقد جلسات المجلس والذي جاء استجابه لمطلب حزب البيت اليهودي على خلفيه التعديل الوزاري الذي قام به نتنياهو مؤخرا. وفي محاوله لتهدئه الوضع بالوسط العسكري الاسرائيلي التقى ليبرمان عددا من كبار ضباط الاحتياط سعيا لتهدئه الاوضاع في المطبخ السياسي الاسرائيلي وذلك من اجل وضع تصور جديد للمؤسسه العسكريه الامنيه خلفا ليعلون ووسط ما تمر به الحكومة الإسرائيلية من حالات مد وجزر واستقطاب بين اليمين واليسار، تبرز على المستوى الدولي والإقليمي انتقادات علنية من عواصم العالم، حيث عبرت واشنطن عن قلقها إزاء السياسة المتوقعة في إسرائيل تجاه الفلسطينيين في أعقاب تعيين ليبرمان كونه يعتبر من أشد المعارضين لمبدأ حل الدولتين، وهذا الأمر يستدعي تساؤلات مشروعة حول المسار الذي تريد حكومة نتنياهو سلوكه وما هي السياسات التي تود اعتمادها وبين استقاله يعلون وغاباي وتعيين ليبرمان في حكومه الاحتلال تشهد تل ابيب تخبطا في الاراء حول ما اذا كانت حكومه نتنياهو الجديده ستنجح في الحفاظ على زعامه حزب الليكود للسياسه الاسرائيليه مدعوما من اليمين المتطرف ام ان الاستحقاقات الدوليه والاقليميه الداعيه لاستئناف مفاوضات السلام مع الفلسطينيين وفق مبدا حل الدولتين ستطلق رصاصه الرحمه على حكومه تعد الاكثر تطرفا ورفضا للسلام منذ نكبه فلسطين عام 48 من القرن الماضي ملتقى بهانس فلسطين الثالث في مدينه نابلس المحتله جاء كفرصه لجمع اكبر عدد من المبدعين في مجالات الفنون المرئيه والسمعيه والبصريه تحت سقف واحد بهدف تبادل الخبرات والتجارب. تفاصيل اوفى في التقرير التالي. فرصه للقاء المبدعين في مختلف مجالات الفنون البصريه وللمره الثالثه في فلسطين ملتقى بيهانس هذه المره في مدينه نابلس هو اكبر تجمع للفنانين الفلسطينيين من مختلف المناطق الفلسطينيه واخرين من الشتات ملتقى بيهانس فلسطين هو عباره عن تجمع للمبدعين في شتى مجالات الفن سواء تصوير سواء مونتاج سواء تصميم سواء رسم سواء شغل 3D سواء تحريك كل مجالات الابداع اللي ممكن تشتغل عليها وتبرزها بشكل ابداعي انت هذا تجمعك بجمع الناس هون يشاركوا الخبرات يتعارفوا على بعض يعرف أفضل الناس في مجال في مجال العمل اللي بيشتغلوا فيه. يهدف الملتقى لإنشاء حلقة وصل بين طلاب تدرس الفنون البصرية وشركات وعاملين في مختلف مجالاتها، إضافة لنقل الخبرات المتبادلة بين هؤلاء من الفضاء الإلكتروني الذي يجمع كل المصممين إلى أرض الواقع عبر هذا الملتقى. البيهانس اليوم هو عبارة عن ملتقى عالمي عن طريق الأونلاين، اليوم بصير على الواقع بلتقوا مع بعض وبشوفوا بعض. بيحكوا مع بعض, بعض عن خبراتهم بيتشاركوا مع بعض برسوماتهم وبنتقلوا من العالم الافتراضي للعالم الحقيقي لما تحكي عن معرض لبيهانس او مؤتمر لبيهانس فانت بتحكي تقريبا عن ممكن اللي هو اول ملتقى او اكبر ملتقى بيجمع المصممين تحت اطار معين هو ملتقى للتواصل وتبادل الخبرات ليضحي الفن البصري مصقولا اكثر في نفس المبدعين من الفلسطينيين هانس بالستاين ملتقى لنقل خبرات المبدعين الفلسطينيين من العالم الافتراضي إلى أرض الواقع بحيث يقومون بتبادل الخبرات في مجالات الفنون الإبداعية مع فلسطينيين قادمين من الشتات. من مدينة نابلس المحتلة حافظ أبو صبرة رؤيا في جولتنا الاخباريه حول العالم نتابع القوات العراقيه تنتشر في بغداد تحسبا لاي مظاهرات في المنطقه الخضراء ودول مجموعه السبع الكبرى تختتم قمتها في اليابان اغلقت القوات الامنيه العراقيه اغلب الطرق والجسور الرئيسيه في بغداد وانتشرت قوات الرد السريع ومكافحه الشغب قرب المنطقه الخضراء وذلك تحسبا لخروج مظاهرات لمحتجين غالبيتهم من اتباع رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر للمطالبه باجراءات تعديل وزاري ومحاربه ما يصفونه بالفساد في حكومه حيدر العبادي. نفذ التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 150 ضربة استهدفت مواقع عصابة داعش الإرهابية وفق ما ذكرته تقارير إعلامية ويأتي ذلك في الوقت الذي أظهرت فيه صور نشرت للمرة الأولى جنودا أمريكيين يقاتلون إلى جانب القوات الكردية قرب الرقة وذلك في إطار الحملة العسكرية التي انطلقت قبل أيام ضد عصابة داعش في شمال سوريا والتي تعد معقلا للعصابة الإرهابية فيما رفضت وزارة الدفاع الأمريكية

بين الرئيس الفرنسي فرانسوا اولاند ان الحكومة ستصر على موقفها حيال تعديل قانون العمل الفرنسي الذي يسير نحو عملية اصلاح جيدة حسب تصريحاته، فيما دعت النقابات المعارضة للمشروع إلى زيادة التعبئة من التظاهرات والاضرابات العمالية احتجاجا على مشروع القانون الذي يهدد الأمن الوظيفي على حد وصفهم والتي أدت مؤخرا إلى ظهور أزمة محروقات نتيجة استمرار تلك الاضرابات دعا الرئيس الامريكي باراك اوباما الى بناء عالم خال من السلاح النووي خلال كلمه القاها في هيروشيما اثناء تكريمه لضحايا الهجوم الذري الاول الذي حصل قبل 71 عام، ووضع الرئيس الامريكي اوباما اكليل زهور امام نصب ضحايا القنبله ووقف دقيقه صمت امام الصرح ترحما على ضحايا القنبله النوويه. اتفق زعماء مجموعة السبع الكبرى جي 7 في ختام قمتهم باليابان على ضرورة العمل المشترك لضمان نمو الاقتصاد العالمي، وشدد قادة الدول على أن النمو العالمي يمثل أولوياتهم الملحة والهامة خلال المرحلة الاقتصادية المقبلة، واعتبر القادة أن النمو العالمي لا يزال متوسطًا ودون الإمكانيات، مجددين بذلك التزامهم باستخدام كافة أدوات السياسة الاقتصادية والمالية والميزانيات والهيكلية لدفع الاقتصاد العالمي نحو النمو مجددا وعوده الى محلياتنا. عادت طائره من نوع ايرباص تابعه لخطوط الملكيه الاردنيه الى العاصمه عمان بعد تعطل اصاب احد محركاتها، وقال الناطق الاعلامي باسم الملكيه الاردنيه باسل الكيلاني إن الطائرة كانت متجهة إلى دبي لكنها عادت أدراجها بعد عشرين دقيقة من إقلاعها اليوم. وأضاف الكيلاني أن الطائرة كان على متنها 98 راكبا موضحا أن طائرة أخرى ستقل الركاب في تمام الساعة الثامنة بتوقيت عمان إلى دبي، وأشار الكيلاني إلى أن الطائرة المذكورة من نوع إيرباص 320 ليست ذات الطائرة التي واجهت خللاً فنياً خلال إقلاعها بساعة الأسبوع الماضي وعادت إلى المطار في خضم الاستعدادات للانتخابات النيابيه المقبله، بحثت الهيئه المستقله للانتخاب ابرز السبل الكفيله بتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم العمليه الانتخابيه، فخلال ورشه عمل عقدتها الهيئه في محافظه اربد، اكد الامين العام للهيئه علي الدرابكه اهميه الحياد والاستقلاليه والشفافيه في عمل الهيئه. مستعرضاً أهم الملفات المستقبلية للاستمرار في نهج الإصلاح التشريعي والاستعدادات للانتخابات المقبلة، من خلال تطبيق استراتيجية الاتصال والتواصل مع كافة شركاء شركاء الفئات المستهدفة ونظام التمثيل النسبي وأسلوب احتساب النتائج وفقاً للقانون الجديد. يأتي هذا اللقاء مع مؤسسات المجتمع المدني في محافظة اربد ضمن سلسلة اللقاءات اللي بتنظمها الهيئة مع مؤسسات المجتمع المدني اللي بتعتبر الحقيقة يعني اذرع حقيقية للوطن في عدد المنتسبين لمؤسسات المجتمع المدني كبير، عددها هائل وبالتالي ممكن هذه المؤسسات تمارس دور الشريك في ايصال رسائل الهيئة الى الناخبين وكذلك في ان يكونوا جهات رقابية فاعله. عدد من الاكشاك اغلقتها بلديه الزرقاء الكبرى اغلاقا مؤقتا وذلك ضمن الاجراءات والقوانين الناظمه لعمل السلامه العامه والسلامه المروريه المزيد في التقرير التالي نفذت في محافظة الزرقاء حملة إغلاق مجموعة من الأكشاك إغلاقا مؤقتا وفي أماكن متفرقة من المحافظة لتشكيلها خطرا على السلامة المرورية وعلى اعتبارها تجمعا لأصحاب الأسبقيات إضافة إلى الأكشاك الواقعة أمام مدارس الإناث والتي تشكل خطرا مجتمعيا. هي عبارة عن صارت يعني مأرب للشباب بتشكل كمان ممكن تشكل كمان حوادث وللامانه كمان فيها اشياء يعني ممكن تكون منتهيه مدتها ممكن يعني ما بتعرف ايش في مين اللي بيبيعك مين بيشتري معك بعدين في سوابق في شغلات مش مناسبه في داخل هاي الاكشاك وعلى الشارع الاكشاك ضروري تتسكر يعني خاصه يعني الاكشاك هي يعني عامله ازمه في الشوارع اول شيء ثاني شيء عندك الكشك يعني اللي عنده محل مثلا مرخصه مثلا مش زي اللي عنده محل مش مرخص كذا يعني هذا بعيق برضه عمل اللي عنده الناس اللي عنده محلات كذا شغله زي هيك محافظ الزرقاء رائد العدوان أوضح أن قرار الإغلاق المؤقت لمجموعة من الأكشاك التي قامت بلدية الزرقاء الكبرى بترخيصها يأتي ضمن الإجراءات والقوانين الناظمة لعمل السلامة العامة والسلامة المرورية، حيث تبين من خلال اللجان المشكلة لمتابعة مثل هذه القضايا أن معظم هذه الأكشاك غير حاصلة على تراخيص، وجزء منها منتهي الترخيص وقام بتصويب وضعه وحصل على ترخيص من البلدية، مشيرا أن قرار الإغلاق هو قرار مؤقت وليس قرارا دائم. تبين لدى اللجان المشكله في الرقابه في دار المحافظه التي تضم اكثر من جهه رقابيه بان بعض هذه الاكشاك تشكل خطرا على السلامه المروريه بحيث تكون ضمن حرم شوارع تتبع الى وزاره الاشغال اضافه لذلك بان هنالك مجموعه من الاكشاك اخرى تحصل على ترخيص بسطه وهو ترخيص مؤقت لمواسم معينه قام اصحاب او هذه التراخيص ببناء اكشاك ولم يحصلوا على تراخيص وتستمر في الزرقاء حملات اغلاق الاكشاك المخالفه وغير المرخصه والتي تتعارض ومخططات البلديه والقوانين والانظمه والتعليمات ومصلحه المواطن أقيم في جمعية بيت جيز الخيرية يوم مفتوح للتبرع بالدم في مقر الجمعية الدائم في منطقة البقعة، وذلك بمناسبة عيد الاستقلال ومئوية الثورة العربية الكبرى. رئيس الجمعية محمود القاموق بين أن هذا اليوم المفتوح الذي جاء بالتعاون مع وزارة الصحة وبنك الدم يهدف إلى التبرع بالدم وإمداد المستشفيات والمراكز الصحية به لتقديمه لمن يحتاجه من الفقراء والمحتاجين. اليوم انطلقت حملة من جمعية بيجيز الخيرية وبالتعاون مع عشائر العرايشة بمخيم البقعة ولواعن الباشا للتبرع بالدم وهي من أحدى أهدافها خدمة أبناء المنطقة ورفض مديرية بنك الدم بوحدات إضافية من الدم للمحتاجين جاءت هذه الحملة بمناسبة عيد الاستقلال وذكرى مئوية الثورة العربية الكبرى واحتفالاتنا الوطنية بأعياد الوطن المجيد في عالم اليوم أضحت المدارس الخاصة جزءا مهما في العملية التعليمية ولم يعد بالإمكان الحديث عن العمليات تطوير التعليم دون إلاء هذه المدارس الأهمية المطلوبة لكن في الوقت الذي تقدم فيه المدارس الخاصة تعليما نوعيا يرتكب بعضها أخطاء قد تصل إلى حد اعتبارها فادحة مما فرض على وزارة التربية والتعليم التدخل لتصويب أوضاع التعليم الخاص في الاردن، في ملف الاسبوع نسلط الضوء على واقع هذه المدارس. في المساحة الواقعة بين تعليم جيد يؤسس لمستقبل الاجيال الزاهر وتعليم مشكوك في جودته، تحتل المدرسة بوصفها مكون البيئة المدرسية الرئيس معظم تلك المساحة. البيئة التعليمية الجيدة بوضوح هي بيئة كلفتها عالية. والدوله لا تستطيع ان تقدم هذه الكلفه العاليه لملايين الطلاب او لمئات الالوف من الطلاب في احساس وقناعه بان المدارس الخاصه تقدم نوعا جيدا من التعليم 50 الى 60% من المدارس الخاصه في الاردن هذه مدارس تحترم معلمها طبعا وتعمل ضمن قانون العقد الموحد في نقابه المعلمين نعلم جميعا ان الطالب في المدارس الحكوميه يكلف الدوله ووزاره التربيه والتعليم مئات الدنانير فهم التحاقهم بهذه المدارس الخاصه هو تخفيف من العبء المادي عن الدوله وايضا هو يقدم تعليم خاص راقي محترم لاسباب خارجه عن اراده الدوله الاردنيه ارتفع عدد سكان المملكه في محطات زمنيه محدده لدرجه ان تضاعف عدد السكان في غضون سنوات قليله وهو ما رتب على الدوله توفير عدد من المدارس يفوق قدرتها ما سنح الفرصه لمبادرات القطاع الخاص للاستثمار بشكل كبير في قطاع التعليم الظروف مر فيها الأردن منذ عام 48 ولغاية 2015 نتيجة للهجرات التي يعني تعايشت مع الواقع الأردني ترتب على الحكومة التزامات حقيقة قاسية وصعبة كالدولة الأردنية فبدأ انتشار المدارس الخاصة منذ ال 58 وال 59 حتى وصلنا إلى حوالي 2700 مدرسة موجودة الآن على مساحة المملكة، والبيئة التعليمية الجيدة بوضوح هي بيئة كلفتها عالية. والدولة لا تستطيع أن تقدم هذه الكلفة العالية لملايين الطلاب نمى التعليم المدرسي الخاص خلال السنوات القليله الماضيه بشكل ملموس فاصبحت المدارس الخاصه تشكل اليوم 41% من مجموع المدارس على مستوى المملكه قطعا انسحب هذا النمو على باقي مفردات العمليه التعليميه كما ونوعا هنالك زياده مضطردة في عدد المدارس الخاصه في الاردن الواقع او الاحصائيات تشير الى ان نسبه المدارس الخاصه تقارب ال41% من المدارس في الاردن هذا القطاع استوعب حقيقة أن ساهم أو ساعد وزارة العمل في استقطاب ما يزيد عن حوالي 57 ألف يعني معلم ومعلمة ومستخدم من عام 2000 إلى 2010 حجم الاستثمار بهذا القطاع تجاوز 5 مليار بما في احنا الجامعات يعني قطاع التعليم الخاص بشكل عام لكن الصوره ليست جد ورديه فتجربه المدارس الخاصه وان حقق بعضها انجازات مشهوده وباتت مقارنتها بالمدارس الحكوميه ظلما للطرفين قد تحمل في طياتها ملامح توجهات غير معلنه لخصخصه التعليم نظام التاسيس والترخيص الذي وضعته وزاره التربيه والتعليم بالنظر الى بعض جزئياته يتضح ان هنالك مشروع واضح لماسسه وقوننه خصخصه التعليم. الخصخصه اصبحت واقع موجود واعتقد الدوله يعني نعم يعني ذاهبه بهذا الاتجاه بترسيخ هذا الاتجاه اذا كان المقصود خصخصه التعليم تطوير التعليم هذا امر جيد اما اذا كان خصخصه التعليم يعني ارستقراطيه التعليم وجعل التعليم طبقيا هذا أمر مش مطلوب الأخطر كما يقول خبراء أن توسع المدارس الخاصة في برامج التعليم الأجنبية وتجاوز عدد الطلبة في هذه البرامج وفق إحصاءات عام 2014 13 ألف طالب قد ينشئ حالات اختراب لدى هؤلاء الطلبة وجود البرامج الأجنبية بهذه الكثرة يعني يعني اصبح واقع له يعني واقع يشير الى حاله التغريب الموجوده داخل الاردن لانه بالنهايه الطلب الموجودين في هذه المدارس هم طلبه اردنيين كثير كثير احنا من رجالات البلد يعني خلينا نقول سواء كان اثرياء او الوسط يعني عنده تارجت انه ابنه يكون خريج مش خريج جنوب امريكا جامعات جنوب امريكا خريج مثلا هارفارد مثلا في مدارس تهتم كثيرا باللغه العربيه وبالثقافه العربيه وتقدم ثقافة أجنبية لكن مش على حساب الثقافة العربية، في مدارس أكثر تحيزاً للثقافة الأجنبية من الثقافة العربية ما أثار أمر المدارس الخاصة ووضع قضاياها في الآونة الأخيرة أمام عين الكاميرا احتدام الخلاف بينها وبين وزارة التربية والتعليم على ما جاء في بعض مواد نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية وتطبيقها بأثر رجعي النظام جاء يعني فجأة أحد أهم مشاكل هذا النظام أنه يطبق بأثر رجعي على المدارس الخاصة أن ما قبل صدور هذا النظام أن تصوب أوضاعها خلال مدة سنتين في خلال تجربتي مع وزير التربية والتعليم خرجت بانطباع أنه في كثير مدارس الخاصة أساءت العملية التعليمية الخاصة مدرسة رخصتها 700 طالب فيها ألف انا باكد انه نظام تاسيس وترخيص المؤسسات التعليميه الخاصه لن يطبق باثر رجعي باستثناء المدارس التي قامت بقبول طلبه زياده عن الرخصه المحدده لها تصويب أوضاع المدارس الخاصة وفقا لهذا النظام لا يتطلب وقتا أطول مما جاء في النظام فحسب بل إن الالتزام بما جاء في النظام يحتاج استثمارات ضخمة قد لا تتمكن هذه المدارس من تأمين التمويل اللازم لها خلال فترة السماح كنا نتمنى أن يطبق من تاريخ صدوره ونعطي مهلة للمدارس الخاصة قبل صدور النظام بالحد الأدنى خمس سنوات حتى تتمكن من تجهيز نفسها في إقامة مدارس جديدة في مناطق أخرى طرف بعينه كان وما زال الطرف الأهم في العملية التعليمية هو المعلم لكنه أمس اليوم طرفا ضعيفا لدى المدارس الخاصة فالمعلمون يخضعون وفقا للتشريعات الناظمة لعملهم في مؤسسات خاصة لقانون العمل وليس لوزارة التربية والتعليم علاقة بهم. في قضية ثانية مهمة إنه هؤلاء المعلمين بدنا من خلال حوار من لجنة مشتركة إحنا بيننا وبين الوزارة إن نسحبهم من مسمى من تحت رقابة ومسؤولية وزارة العمل إلى وزارة التربية والتعليم. المعلم هو معلم لكن في عنا خلل في القانون تسمية المعلم بعامل ويتبع لمكتب العمل وزارة العمل. الآن لو توجه لو توجهت هذه المعلمة على سبيل المثال لنقابة المعلمين. نقابة المعلمين لا سلطة لديها على المدرسة الخاصة. آلاف معلمي المدارس الخاصة يتعرضون لأنواع شتى من الاستغلال، لكن أكثر ما يؤلم في هذا السياق أن معظم هؤلاء يخشون تقديم شكاوى على إدارات المدارس التي يعملون فيها خوفا من إجراءات انتقامية قد يتعرضون لها من أصحاب هذه المدارس. معلماً في في مدرسة خاصة خصم عليه ثلاث أيام مقابل تأخر دقائق عن الدوام ثم اليوم الثاني تأخر دقائق بسبب المواصلات وتعرف حال المواصلات في عمان خصم عليه كمان ثلاث أيام وجد بآخر الشهر مخصوم عليه تسعين دينار وكل راتبه 270 دينار أنا دومت في إحدى المدارس الخاصة في عمان بالتحديد في منطقة طبربور وقعت على عقد ولكن تفاجأت بعد نهاية العقد أنهم رفضوا يعطوني راتب الصيف وقعت على استقالة بعد ذلك طلعت من المدرسة واكتشفت بعد ما طلعت أنه في بداية الدوام من بداية الدوام لنهاية الدوام شهر عشرة لشهر ستة ما كانوا مسجلينني في الضمان ولا في مديريه التربيه تم كتابه العقد قيمة الراتب قلم رصاص واعترضت بنفس اللحظه ما ما اعطوني نسخه من العقد بعد فتره رنيت على الضمان وعرفت انهم حتى ما بيوردوا لي ضمان فحكيت اني اترك المدرسه لكن قبل ما اتركها باسبوع كانوا موقعين اياكم ب 500 دينار اشتكيت لمكتب العمل مكتب العمل ما عمل لي غير انه جاب لي بس صوره عن العقد بعثوا لي محامي اكثر من مره يرن لي على التليفون على اساس انهم راح يرفعوا علي شكوى في عندنا نسبه تقريبا 30% من هذه المدارس او من هؤلاء المعلمين والمعلمات يقع عليهم محو هذه المشاكل او فحوى هذه المشاكل يعني بما يعدل بمعدل من 10 الى 11 الف معلم ومعلمه يعانون من هذه المشاكل باختلاف اشكالها وانواعها في التعليم الخاص نقابة أصحاب المدارس الخاصة ووزارة التربية والتعليم لا تنكران وقوع ظلم على عدد كبير من معلمي المدارس الخاصة وتطلبان من هؤلاء المعلمين عدم السكوت على هذه المظالم في كثير من المؤسسات التعليمية والقائمين عليها ويتجاوز القانون بعطوا سبعين وثمانين وهذا يتعارض مع القانون هذا دور وزارة العمل ودور الضمان الاجتماعي المدرسة الخاصة يجب أن تلتزم بالحد الأدنى للراتب، هذا قانون. اثنين يجب أن تدفع المدرسة الخاصة في حالة تجديد المعلم إلى ثانية رواتب العطلة الصيفية بلا استثناء. نعتقد فعلاً أن هناك تعدٍ على حقوق الزملاء في القطاع الخاص وتحديداً فيما يتعلق بإنهاء هذه العقود في نهاية العام الدراسي وأيضاً عدم صرف رواتب هؤلاء الزملاء في العطلة الصيفية. لم يرد إلى الوزارة اي شكوى تتعلق بهذا الجانب من خلال متابعتنا مع اداره التعليم الخاص. نقابه المعلمين ترصد مخالفات المدارس الخاصه وتتابع قضايا المعلمين وتؤكد ان المعلم الذي يسكت على الظلم لا يمكن له ان يعلم النشأ الحريه. نقابه المعلمين في كل دوره تقيم لهذا القطاع لجنه خاصه اسمها لجنه التعليم الخاص. كيف بالمعلم ونحن نريد منه ان يرفع الظلم عن جميع الناس، عن جميع المجتمع، عن جميع حوله، كيف يعلم هذا الطالب الذي بين يديه النزوع الى الحريه والى العزه والى الكرامه والى رفض الظلم والرضوخ الى ذلك وهو يقبل ان يقع مثل هذا الظلم. المدارس الخاصه اضحت واقعا موضوعيا لا يمكن تجاهله. تلعب اليوم دورا بارزا في العمليه التعليميه بيد انه لم يعد من المفيد السكوت على تجاوزات بعض هذه المدارس خاصه في البعد المتعلق بحقوق المعلمين العاملين فيها اذا ذلك فانه من الضروره بمكان توفير المناخ المناسب لتمكين هذه المدارس من تصويب اوضاعها بالشكل الصحيح تجاره الاسلحه تعتبر من اخطر انواع التجاره في العالم حيث يقدر حجم هذه التجاره بنحو 100 مليار دولار سنويا السلاح وعالم التجاره في التقرير التالي يقدر حجم تجاره الاسلحه التقليديه في العالم حوالي 100 مليار دولار سنويا حيث تشمل الاسلحه الخفيفه مرورا بالذخيره وصولا الى انظمه الدفاع المتطوره تبلغ نسبه الاسلحه المصدره من الولايات المتحده الامريكيه الى دول العالم حوالي 30% وكذلك روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا التي تعتبر من كبار الدول المزوده اول معاهده دوليه لتنظيم تجاره الاسلحه التقليديه في كانون الاول لعام 2010 وتؤكد بنود المعاهده على ضروره عدم انتهاك اي حظر دولي وان الاسلحه لن تستخدم في ارتكاب المجازر او وقوعها بين ايدي الارهابيين او شبكات اجراميه المعاهدة حظيت بدعم كبير إلا أن عددا من الدول الكبرى لم تصادق عليها كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والصين وروسيا إلى ذلك تأسف اللجنة الدولية للصليب الأحمر لوجود تباين بين الالتزامات السياسية وسهول عمل نقل الأسلحة إلى أطراف لا تحترم القانون الدولي منظمة العفو الدولية تعتبر أن صفقات نقل الأسلحة بشكل غير مسؤول طيلة عقود إلى العراق غدت القوة العسكرية لعصابة داعش الإرهابية قادرة على القيام بأعمال وحشية دون إلا ولا ذمة ويذكر أن عصابة داعش الإرهابية تستورد الأسلحة من 25 دولة من بينها العراق والولايات المتحدة الأمريكية والصين وألمانيا وبلجيكا والى زاويتنا اليوميه الثابته وهذه المشاهد واللقطات وبلا تعليق